مرحبا، حياكم الله، الله يصبحكم بالخير جميع، وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. تغطيتي لكم اليوم من الرياض، ترقبوا كامل التصوير على 6x6 اكترس الموديل 2004 اكترس 6x6، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا السياره شرط شاصي، محركات، غماره، مواصفاتها مواصفات الجفالي. الحجم 33 41. ماشي 318 ألف. طبعا معروف 33 41، 33 مجموعة كبيرة، مواصفات الجفالي اللي قلت لكم هي أوروبية، ومواصفاتها مواصفات جفالي. طبعا أسست 5 ريش زي الجفالي، تانكي جديد، تواير 10 جدد، سبيرات 2 جدد، يعني 12 تاير اللي موجود عليها. السيارة على فحص الكمبيوتر. التانكي 18 ألف جديد. أسست قدام تجي 4، هذا الجفالي يجي 4، الأوروبي يجي 3، توايل 24 بلد وكالة صاج. هذا جنبها من يمين، التانكي مصمم عليها تصميم حلو ما شاء الله تبارك الرحمن، والسيارة جاهزة. راعي الحلال يدق سلف ينقلب اسمه، يدق سلف على حلاله، اللي بيشتغل يترزق الله. شركة سيارة جاهزة، ما تبي أي شيء. راح أصور لكم الغمارة من داخل. السيارة متواجدة في الرياض. هذا الداخلية طبعا غير كهرب كلتش، ماشية 300 زي ما قلت لكم، و 18 ألف. الإخوان أي استفسار بحط رقم التلفون، كذلك متوفر عندي شواصي ميلر 6x6 2009 3 حبات، 2010 حبة واحدة، 2013 4x4، كلها بطاقات جمركية. اللي له نظر في شيء منها يتواصل معي ونقول مرحبا ومسهلا بالجميع.